Many French companies come to Saudi Arabia or want to come. العديد من الشركات الفرنسية تأتي إلى السعودية أو تريد المجيء، وذلك يعود للشراكة الاستراتيجية للبلدين بالإضافة إلى تاريخ قديم من الثقة والصداقة، كما أن السعودية لديها بيئة آمنة للعمل فيها. 80 شركة فرنسية تعمل في المملكة و4000 شركة فرنسية تصدر للسعودية. أسباب التي يمكن أن تدعو المستثمر السعودي للذهاب والاستثمار في فرنسا كانت 10 أسباب، نود أن تلخصي أهم هذه الأسباب. We hope to have also many. نأمل مجيء العديد من الشركات الخليجية والسعودية إلى فرنسا. لدينا نحو 20,000 شركة أجنبية في فرنسا، من بينها 100 شركة خليجية. عدد الشركات الأجنبية يتزايد، 35 استثمار جديد في فرنسا العام الماضي. أعتقد أن الشركات الأجنبية تأتي إلى فرنسا بسبب السوق. هناك 35 مليون نسمة في فرنسا، وهي تفتح الباب للوصول إلى السوق الأوروبية التي لديها 500 مليون نسمة، كما أن فرنسا تمنح الوصول إلى أفريقيا أيضا. الشركات الأجنبية تأتي إلى فرنسا بسبب البنية التحتية وبسبب القوى العاملة. لدينا قوى عاملة محترفة جدا، كما أنها الأكثر إنتاجية في أوروبا. ومن جهة التعليم العالي، لدينا 30,000 طالب أجنبي، من بينهم 1400 طالب سعودي. قطاع التكنولوجيا في فرنسا على ازدهار، ونحن نشجع الابتكار. نتمنى مجيء المزيد من الشركات السعودية إلى فرنسا.